فضيلة الشيخ، نرى كثيرا من الناس يصلون ويتمسحون بالزجاج الحاجز لبئر زمزم، فما حكم ذلك؟ هذا من الجهل، ما يجوز التمسح لا بالكعبة ولا بالمقام ولا بزمزم، ما يجوز التمسح بهذه الأشياء. إنما الذي يمسح هو الحجر الأسود والركن اليماني، هذا اللي يمسح، الركن اليماني والحجر الأسود لمن يطوف للطواف خاصة، أما غير ذلك فلا يتمسح بشيء، لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، إنما كان الرسول يمسح الحجر، يمسح الركن اليماني والحجر الأسود فقط وقت الطواف. نعم.